الاهلي يهزم الظروف المعاكسه ويصعد للدور قبل النهائي بعد التعادل مع الرجاء المغربي 1-1. كابتن علاء الف مبروك. الله يبارك فيك يا ايمن. ايه ظروف المعاكسه؟ ظروف المعاكسه الاحداث اللي صاحبت المباراه. الجماهير طبعا، وانا جماهيري دي عمرها ما تنزل الملعب، وحكم المباراه بعض الشيء. حكم المباراه مش هي المعاكسه ما عمل خلاص. اذا كنت بتكلم كنا قاعدين انا وعادل، حكم المباراه عمل اقصى حاجه معاك ان هو اداك ضربه جزاء، ما توقعش حاجه منه تاني خالص، وده متوقع ايما في مباريات زي دي ان هتلاقي فاولات كتير، مش هيديك وقف فاولات. لكن رغم كل ده والظروف المعاكسه بين قوسين اللي انت قلت عليها، كنت ممكن تكسب النهارده، انك انت احسن في كل الاوقات. انت احسن، لا انت احسن بكتير يعني. حتى الشوط الثاني النهارده يمكن ان كان ماشي دفاعين شويه بلا مبرر، لكن لا انت احسن طبعا. انت احسن، انت بتلعب فريق قلتها قبل كده وما زلت بقولها، لا فريق رجاء لا فريق متواضع، لكن انت لا، انت النادي الاهلي، انت النادي الاهلي بلاعيبتك بجماهيرك بمستواك الفردي مستواك الجماعي، لا انت احسن بكتير، تستاهل التاهل ده، وان شاء الله خطوه كمان ان شاء الله نوصل للنهائي. الف الف مبروك، مجهود يعني ممتاز لكل اللعيبه، وطبعا شكر خاص للشناوي. الشناوي النهارده طبعًا. اخر كوره صحيح. خلاك في الـ في الـ في الـ في الـ عديت يعني. بمناسبه التاهل يا كابتن علاء، كان المفترض ان مباراه العوده النهارده بين الترجي التونسي وفاق سطيف على ملعب الترجي، ولكن وفاق سطيف قدر او نجح ان هو يقصي الترجي التونسي. بالظبط من اسبوع او حاجه يوم الاثنين اللي فات توقعت النادي الاهلي هيقابل وفاق سطيف. والله العظيم فالحمد لله توقعت تمام. بس برضو المباراه الاولى عندنا والمباراه الثانيه برضه، لما بس يعني ما تيجي ساعه المباراه وكده، لكن هي خلاص انت النهارده الحمد لله عديت مباراه صعبه، احداثها اللي كانت قبل المباراه اسهل بكتير من المباراه نفسها. صحيح. سالت اللعيبه كده اقول لك لكن الحمد لله تاهل عن جداره واستحقاق. صحيح. مفيش اي مشكله خالص، ما سرقتش ماتش ولا سرقت الماتش اللي هنا ولا سرقت الماتش اللي هناك. بالعكس انت الشوط الاول كنت لازم تطلع 3-1 المباراه دي، والشوط الثاني لو استغليت الفرص كنت ممكن برضه دي هدفين على الاقل يعني. لكن مزبوط. الحمد لله ومجهود ممتاز للعيبه، كل الشكر اليوم وعلى الضغط اللي حصل قبل المباراه، وان شاء الله قادم افضل بكتير ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، تاهل مستحق النادي الاهلي، الف مبروك. الحمد لله. من هنا احنا قلنا الاهلي افضل، بس احنا اللي كنا زنقنا نفسنا بنتيجه 2-1، وهي دي اللي صعبت مباراه النهارده لغايه اخر ثانيه في المباراه، الكره اللي اخرجها الشناوي، كل ده بسبب النتيجه اللي هي 2-1. لكن انت كفرقه وعناصر ولاعيبه عندها خبرات انت افضل. وحتى الشوط الثاني اللي هم ابتدوا يضغطونا فيه احنا اللي حطينا نفسنا في الضغط. صح. ده سواء بتغيير. ايه اسباب الضغط دي؟ كذا حاجه. اولا في تغييرات في توقيتات غريبه شويه، مش يعني اول حاجه هنتكلم عليها فنيا لما نتكلم على التغييرات، بس هو واحده التغييرات. ما هي التغييرات اربكت اربكت كل شويه، بنتراجع لورا بنتراجع لورا. احنا كنا مسيطرين خالص على الشوط الاولاني في معظمه، وكنا قريبين للجون، وكنا متوقعين كده الشوط الثاني، لكن الشوط الثاني ان احنا نكمل ضغط دوت والسيطره في وسط الملعب. الشوط الثاني انت متراجع قوي لغايه الشناوي، يعني لغايه اربع خمس خطوات من الشناوي اللي احنا حذرنا منه اسامه. كنا اخر حاجه قلناها بقول ما تلعبش في مساحه كبيره. صح. هو ده اللي حصل الشوط الثاني، واديت الفرصه ان هم يضغطونا الشوط الثاني، فانت ضغطوك بكور طويله، ضغطوك من على الاجناب، ضغطوك بكورنر. ايوه بس انا اقصد انت شويه برضو التغييرات ما ساعدتش شويه في ان الفرقه تستمر بنفس سيطرتها وقوتها. انت طبعا مش عايزنا نتكلم دلوقتي على التغييرات، لكن هنتكلم عليها، لكن انا بقول كانت سبب كبير في يعني جزء كبير منها، لانه في لعيبه كانت حالتها اقل طلعت فضلت في الملعب، وفي لعيبه كانت احسن طلعت، و يعني تغييره ايمن اشرف برده ما كانتش مفهومه شويه. هنتكلم على التغييرات. ماشي. فهو يعني بارك بس الاول، بارك الاول، خلينا نبارك الاول. ماشي. فالف مبروك طبعا الحمد لله. طبعا الفوز مستحق، ونتيجه اللقاءين يعني صحيح الفوز مستحق للنادي الاهلي. صحيح. كابتن عادل الف مبروك تاهل النادي الاهلي دول اربعه رغم انف الحاقدي. دي حقيقه والله. يعني احنا شفنا الفتره من المباراه الاولى للمباراه الثانيه، شفنا ناس طلعوا يتكلموا، وانا بالامانه يعني الناس دي انا ما يعني كانوا مزودينها قوي وتسخين ومضايقين. بس الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره وعشاقه. ما هو النادي الاهلي اكبر من اي حد يتكلم عليه. صحيح. ما هو الناس لازم تعرف حاجه، احنا بتوع كوره
احنا بتوع تاريخ ارقام وارقام. الحمد لله احنا الحمد لله رب العالمين صعدنا بمجهودنا صحيح قوتنا. النهارده اللعيبه رجاله، عندنا حارس كبير، هنتكلم على الفنيات، ولكن في الاخر الامر سعادتنا ان احنا متمرسين. مظبوط يا كابتن. يا جماعه اللي يتكلم يتكلم، اي حد يقول حاجه احنا ماشيين في طريقنا صحيح. مصر اللي بيتكلم بس ما بيشتغلش، احنا بنشتغل وبنسيب حد الناس تتكلم. مظبوط. بعد كده احنا بقى نعلمهم علشان يحس اي فرقه عايزه تكسب بطولات تتعلم يعني من النادي الاهلي، زي النادي الاهلي. مظبوط. انت رايح تلعب مباراه صعبه جدا، صعب في اجواء صعبه جدا صحيح. ولكن رجالتك رجاله كبار واخدين على المتمرسين على القوة دي وعلى اسم النادي الكبير. وبعدين احنا لا نرضى الا ان شاء الله دائما بالبطولات، المكسب والخسارة من عند الله، ولكن انت طالما بتجتهد فربنا بيديك بإذن الله. كابتن بلال ألف مبروك كابتن. الله يبارك فيك كابتن أيمن، ومبروك طبعا لجمهور الأهلي الأول، لأنه كان عنده يقين وعنده ثقة في فرقته بشكل كبير جدا 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 في كل المواقع كلها، ومواقع التواصل الاجتماعي كلها، وفي كل مكان وفي الشارع. يعني الناس كلها عندها ثقة في النادي الأهلي، يعني ثقة مش من فراغ الحقيقة طبعا. ثقة من تجارب، الثقة من تاريخ كبير، الثقة من أزمات كتيرة مريت بيها وعديت بيها تمام. يعني شبه الحاجة أو يعني شبيهة للمباراة، المباراة دي يمكن أكتر كمان بكتير جدا. كنت متفائل يا كابتن من قبل المباراة زي والله. بص يا كابتن يعني أنا متراش. إيه؟ لا والله أنا كابتن كان بيعيط جوه من شوية، خمس دقايق كان بيعيط من خمس دقايق، وأنا أقول له يا كابتن هنكسب، يعيط من خمس دقايق أقول له يا كابتن هنكسب، لا بقول له الحكم أقول له يا كابتن هنكسب تمام، لا لا وفتح خناقة والكابتن أسرع بس يقول له يا كابتن أيمن أنا فتح سري قوي قال لك متفائل زيك لا زيك أنت لا أنا متفائل. بص يا كابتن بس قلقان، ما حدش يتفرج معاك على ماتش. أه أنت بص ما حدش يتفرج معاك على ماتش، الحق الكورة دي جول، الحق الكورة دي بنالتي، الحق الكورة دي عادل. طيب طفش. انا لما شفت ست دقايق الحكم بيدفعها في الاخر والله كان هيجي لي ازمه قلبيه. لا بلاش ازمات انت. مش ناقص. فالحمد لله طبعا يعني تاهل مستحق للنادي الاهلي طبعا. الحمد لله رب العالمين. مش يعني الفنيات هنيجي نتكلم فيها فيما بعد يعني لما تطرح الاسئله على الكباتن. ماشي. ولكن يعني هو ده هي دي يعني قدره النادي الاهلي يعني حتى في مواجهه الصعاب تمام، الامور بتبقى صعبه جدا 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 وبتتصعب بشكل كبير، ومع ذلك انت برضو بتتحدى وقد التحدي. النهارده ظهرت قيمه كابتن التيم محمد الشناوي صحيح. ظهرت قيمه اللعيبه المدافعين بشكل كبير جدا جدا النهارده في الاستبسال عن قدام المرمى تمام. يمكن ادوا الشق الهجومي ما تقداش بشكل جيد، لكن الشق الدفاعي ادوب بامتياز. الشوط الثاني طبعا، شوط ثاني يعني الحقيقه حاجة رائعة جدا جدا من لعيبة النادي الأهلي. مبروك طبعا لمجلس الإدارة، ومبروك لكل محب النادي الأهلي النهاردة. مبروك للجهاز الفني. مبروك للجهاز الفني. الجهاز الفني هنجي له فيما بعد إن شاء الله. طيب ماشي. عشان هو كان هيجيب لك جهاز قلبية النهاردة. لا لا. الحمد لله رب العالمين. الماتش عدى على خير، بس والله أنا كنت متفائل. بس الوضع الطبيعي إن أنت في الأحداث بتاعة المباراة بتتعصب. بص يا كابتن طبيعي إنك تتشد مع الماتش. طبعا. بس إحنا أفضل منهم بكتير، خد بالك. طبعا. ولو يعني لو فنيا هنتكلم في سيناريو تاني مختلف عن اللي حصل. مزبوط. بس انت افضل فنيا ومهاريا يا كابتن يا يعني وتكتيكيا. انا عايز اقول لك على حاجه، انت وانت متعادل يا كابتن في هدفين ضاعوا، واحده لشريف يحطها لمحسن في الشوط الثاني، واحده لشريف يحطها جول. مزبوط. بص يا بلال بهدوء كده عشان بقول لك الاخ المتفائل ده، في كل حال من الاحوال قبل المباراه اي نتيجه خلال المباراه هي في صالحك. ايوه ما عندكش مشكله. 1-0 انت 1-1 تاهلت. طب ما انا قلت نفس الكلام لاحمد بلال قبل الماتش ما يبتدي. ايوه انا ماشي، انا بقول لك بس عشان انت الاخ المتفائل. بس والله متفائل كنت والله العظيم متفائل، بس كان هيجي لي ازمه. لحظه السيناريو برضو يتعبك في طبعا يا حبيبي، اول ما تلعب يدخل فيك جون في اول خمس دقايق يتعبك. لو الفريق مش هقول لك احسن منك، ندي ليك. انا عارف هو مش ندي ليك، هو قصده السيناريو بدايته كانت صعبه شويه. ماشي فاهم، ماشي. بعد كده ايه اللي حصل؟ الحمد لله رب خلاص. بص يا ايمن اللي حصل اقول لك حاجه واحده، اللعيبه كانت متخوفه ان يجي فيها هدف. ايوه. وجه جه الهدف بدري فخلاص دخلك في اجواء الماتش بدري كويس، وهو مش مصدق ان جاب هدف بدري. أيوه. فراح سيب لك الملعب كله وراح وقى نص ملعب. ما نيجي نتكلم بس فنيا، الامور كلها بقت في صالحك. هو قلق يعني
هو بعد ما جابها هدف هو اللي قلق اكتر أي. لان هو دلوقتي خايف يجي في هدف عشان هو هيخرج مظبوط يعني عشان كده بقول لك جاب الهدف مبكر كل النتائج ايه الهدف المبكر ده كان في صالح النادي الاهلي اضرهم هم بالظبط يعني هو بعد الهدف هو ما كانش متخيل ممكن يجيب هدف بدري كده مظبوط فهدف في الدقيقه 6 بدا يحسب حساباته والمدرب تخيل ان هو اربك حساباته ما اربكش حسابات النادي الاهلي عشان هو بدا كل همه دلوقتي مش يلعب اكتر ما حافظ على الهدف ايوه حافظ على الهدف سلم لك الشوط الاول كله عشان كده بقول لك انت بنالتي وهدفين تطلع 3-1 مظبوط عشان كده بقول لك كل النتائج في صالح النادي الاهلي لان في حاجه معانا ايمن الضغط اللي حمله الجماهير او الضغط اللي حصل في الملعب بعد ما يتشال من على اللعيبه بعد المباراه قول مثلا ب 10 دقايق انت هترجع لطبيعتك طبيعتك ان انت بمستواك العادي صح ادي الفريق ده مليون مره صحيح مستواك العادي مش اللي هو احسن حاجه لا مستواك العادي انت احسن بكتير صح. من الرجاء عشان كده دي الامور الطبيعيه النهارده فسيبك ان انت كنت متاكد وقاعد مطمن ولا حاجه لا انا كنت متفائل هو ممكن يرد عليك في عده التفاؤل وكده دي لكن هو الحمد لله في الاخر يعني النتيجه طبيعيه الحمد لله الاحسن هو اللي اتاهل الحمد لله رب العالمين صحيح. يعني ان شاء الله كمان خطوه بقى ان شاء الله وانها ان شاء الله كابتن بلال عندك اقوال اخرى غير الاهلك ولا نكمل امضي على الاقوال دي امضي يا شوال لا طبعا يعني بص انا اتفق مع كابتن علاء في كل اللي قاله الحقيقه تاريخا امكانيات قدرات كل حاجه انت تمتلك كل شيء انت الافضل في كل شيء في كل شيء الحقيقه من مباراه مصر الحقيقه احنا زعلنا في مباراه مصر لا يا كابتن ايمن زعلنا عشان كان المفروض تكسب 5-6 مش زعلانين عشان انت كسبت 2-1 عارف لو كانت المباراه صعبه هنا في القاهره وكسبت 2-1 كنا مثلا ممكن بالزبط. نروح الحمد لله ونتيجه يعني بالظبط وتمام ويلا ده لكن انت هنا في مصر قدرنا فوز تاريخي وهنا والماتش ده اهدرنا النهارده فوز تاريخي. 4-5 اهداف خد بالك وبنالتي. وانت 1-1 فرصه للمكسب الشوط الثاني وانت محاصر فرصتين هدفين. يعني محققين بشكل كبير واحده شريف يعني يحطها لصلاح محسن عبد الهادي والثانيه عبد الهادي والثانيه برضه والثانيه شريف حطها جول يعني لو رقص وحطها جول خلاص الموضوع واحده بيرسي تاو اللي باليمين دي سهله جدا واحده بيرسي تاو جول يعني اهداف مؤكده مزبوط. ده معناه ان انت يعني استحقاقا للاهداف انت عندك الأجدر. الافضليه طبعا مزبوط. انك تسجل اهداف انا خلي بالك عندهم نقطه مهمه قوي كل انديه افريقيا بيخافوا من النادي الاهلي طبعا بيخافوا منك بيخافوا منك تاريخ كبير يا كابتن تاريخ طبعا طبعا بيعملوا لك حساب وعارفين مدى انك انت بتصمم ودايما تكسب يا كابتن عادل انا انت اللي قلناه عادل مين البطل بالظبط مين البطل هو كابتن علاء قال كلمه كويسه قوي قال لك مين سيد اسياد افريقيا في الكوره ما انت في الاخر بتكلم عن النادي الاهلي كابتن انا ممكن يبقى التاريخ ده اخر شويه بلال في الاخر جماهيرك لعيبتك وكل ارقامك مش انت اللي بتكلم عن المنافس بتاعه آه. في الاخر هو وهو نازل الملعب ما هو خد بالك ده انا هقابل النادي الاهلي بعد صح. كل الهيصه دي صح طب ما انا هقابل النادي الاهلي ما تنساش انت بقابل النسختين الاخيره ايوه ما انا هقابل النادي الاهلي دي يا بلال ويفكر زي ما تقول كده خلاص هيعمل مزبوط. لك مليون حساب مزبوط. هو ده اصل على فكره ده كارت في ايدك قوي جدا الناس كلها بتخاف منك مش خايف منك عشان يعني هيصه على الفاضي لا ده انت النادي الاهلي ما كان عادي بيتكلم دلوقتي ده النادي الاهلي اساسا عارف يا كابتن انا اقول لك على حاجه يمكن برضو يعني عشان نحط الامور في نصابها الطبيعي احنا قبل الماتش بنقول ايه احنا قلقانين من الجمهور مش قلقان لا من لاعب ولا من مدرب ولا من الفريق ككل ولا من لاعب خط نص يعني ما عندهمش اللعيب اللي ممكن تقول لا انا قلقان من اللعيب ده أيوه. خدوا بالكم ده ممكن يا جماعه يعني امسكه كويس خد بالك منه الجبهه دي خطر بشكل غير طبيعي أيوه. احنا قلقانين من الاجواء فقط لا غير صحيح ما عندنا ما فيش حد ما فيش لعيب في فرقته هناك مقلق عليه سبوت كده تقول ده بص ده النهارده مزبوط. يعني خلاص ده ممكن يكسبهم الماتش بالظبط لكن انت قلقان بس منك تبقى انت متوتر تبقى متحمس زياده تبقى متعصب صح. تخرج بره الماتش التغييرات تبقى مش افضل شيء التشكيل يبقى مش احسن حاجه مزبوط. الجمهور ما يخليك يعني مش على اعصابك طول الجيم هو دي الحاجات اللي احنا كنا قايلين منها كلها عوامل خارجيه بالظبط لكن في الفيلد نفسه يا كابتن في الملعب نفسه بس يا بلال احنا ما عندناش مشكله ما عندناش ازمه طبعا. فنيه طبعا. على الاطلاق يعني الاهلي ما عندوش اي ازمه فنيه طبعا. ولو عملت مقارنه ما بين اللعيبه هنا واللعيبه هناك لا انت بتتكلم في اسماء مختلفه بدليل يا كابتن حاجه كمان ان انت وانت مضغوط ومديلهم السيطره في وسط الملعب الشوط الثاني انت ضيعت 3 اجوان كابتن هو بيعمل ايه انفراد هو بيعمل ايه من اول ماتش كورته ليه من اول ماتش اه كابتن بيعمل كلها كورته ليه حاجه مهمه ما عندوش القدره على بناء الهجمات احنا دايما ليه بنقول مدرب اللي بيدرب النادي الاهلي
محظوظ. ليه؟ علشان يبقى عنده أكتر من 30-40% حاجة زيادة عن أي مدرب بيجي يشتغل في منظومة. بمعنى إيه؟ المنظومة أنت محتاج أنت اللي تعملها وأنت اللي تزودها وأنت اللي تعمل وتعمل تكتيكك يبقى في فني وإداري وتبقى لامن بكل الأمور. لا، النادي الأهلي النادي الوحيد اللي في مصر دي حقيقة ويمكن في أفريقيا كلها اللي بيديك ال 40-50% فيها الإدارة، الجمهور، التاريخ، العراقة. الأربع حاجات دي لما بيبقوا عند أي نادي في الدنيا بيحصل إيه؟ بيبقوا أقوى، بيبقى أكبر أقوى وأكبر من أندية القارة بتاعته بأضعاف. أنا مش عاوز أقارن، لكن لو شفت الأندية زي ريال مدريد برضو بيبقى على نفس النمط، اللي هو الأندية الكبيرة اللي بتسيطر على عرش القارة بتاعتها. أيوة. أنا مش بنقارن، لكن بقول لك دي في عرش القارة الأوروبية. ريال مدريد عنده الهيبة والتاريخ واللي عند زي النادي الأهلي. مظبوط. النادي الأهلي في أفريقيا كده. فأنت محظوظ جدا كمدرب، أي مدرب. أيوة. بكلمك بمنتهى الأمانة. أيوة. أي مدرب محظوظ إن هو يمسك النادي الأهلي، لأنه بيبقى عنده منظومة ناجحة 40-50% عن قدرات أي حد تاني. أفضل منظومة رياضية موجودة في مصر. كابتن أسامة، والله العظيم أنا كنت متفائل. بس الماتش شدني. بلاش حسام من قبل الماتش، بلاش الماتش لغايه لما الحكم صفر. بس الماتش شدني والله الماتش. طب شددنا كلنا بما انه شدني بقى. النتيجه كانت معلقه. احنا شفنا ماتشين مختلفين، شفنا ماتش الشوط الاولاني وشفنا ماتش مختلف تماما الشوط الثاني. ايوه. اسباب من وجهه نظرك، احنا بنتكلم فنيا بقى دلوقتي، ايه اللي خلى السيطره والاستحواذ؟ اسباب كذا سبب، بس اولهم هم لما جابوا جون بدري في الدقيقة 6، هم عملوا اللي انت عملته الشوط الثاني، هم تراجعوا وابتدوا يحافظوا على الجون. انت ابتديت تهاجم، ابتديت تسيطر على نص الملعب، ابتديت تروح للجون. ايه سبب الخوف والقلق اللي حصل لهم بعد ما هم جابوا الجول الاولاني؟ هم عشان اسم النادي الاهلي، عشان تاريخ النادي الاهلي، هم عارفين بيلعبوا النادي الاهلي ممكن يرجع في اي وقت. هو دي بالنسبه لي انا ك يعني مدرب او لاعب، هم غلطوا فيها دي، زي ما احنا غلطنا الشوط الثاني وتراجعنا بدرجه كبيره جدا. مفيش مشكله انك تدافع، بس ما بتبقاش متراجع للدرجه دي وكمل كورنرز دي والتسديدات والمحاولات تبقى عليك بالطريقه دي. يعني طب خليني اسالك سؤال، هل دي كانت تعليمات مستر موسيماني ان انت تقفل نص ملعبك الشوط الثاني وان انت تعتمد على الهجمات والكرات الطوليه السريعه في المساحات اللي هتظهر في دفاعات الرجاء؟ ماشي، بس انت ضغطت نفسك فتره طويله من اللقاء. يعني اولا انت جيت غيرت ايمن اشرف مكان حسين الشحات. ايوه. ورجعت حسين الشحات سرد باك ثالث وطلعت حمدي. أيوة. بقوم ثلاثه سرد باكات وثلاثه سبندرات. رجعت ايمن اشرف وطلعت حمدي من الثلاثه اللي ورا ودخلت نص الملعب. أيوة. فبقوم ثلاث سرد باكات، ايمن وحمدي وياسر وعبد المنعم قدامه. قللت الفراوده، ما بقاش فيه لا غير طاهر وبيرسي تاو، رغم ان حسين الشحات كان افضلهم. أيوة. يعني احنا كلنا لما اتكلمنا في الوقت ده مظبوط هو افضلهم من اول الماتش. مظبوط. يعني احنا حتى لما اتكلمنا كلنا في ناس قالت بيرسي تاو اللي هيطلع، في ناس قالت طاهر اللي هيطلع، بس ما حدش جاب سيره حسين الشحات. فكانت دي اول مفاجاه. فانت تراجعت لورا، هم ابتدوا يسيطروا وهم احساسهم انه خلاص كده خرجوا بره الجيم. ابتدى الحماس بتاع الجماهير بيدفعهم ان هم يزودوا بالكرات الطويله. وحميد احداد بصراحه رغم ان هو مش عامل خطوره على الجون، بس كان محطه كويسه، لكن محطه كويسه وبيلعبوا له كور طويله بيسقطها للناس وبيعمل قلق يعني. صح. وبرده الاجناب شويه ابتدت تتضرب. فهي المشكله انك انت بقيت سايب بيرسي تاو وطاهر قدام، ومع احترامي الكامل النهارده انتاجهم مش كبير خالص. وضغطت نفسك بايمن اشرف ورا، بقى حمدي والسلاوي وديانج ووراهم ثلاثه. مظبوط. فضغطت قوي بعد كده برضو. انت لعبت تقريبا من غير نص ملعب الشوط الثاني. ايوه. بعد كده كمان رحت عامل شريف، محمد شريف، وطلعت محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كان ماشي كويس جدا. فبرضو مش مفهومه، رحت مرجع تاني حمدي لورا. ايوه. فانت ضغطت نفسك بدرجه كبيره سواء من اللعيبه مش عارفه تسيطر على وسط الملعب، او سواء بتغييرات زي بتاعه حسين الشحات بايمن اشرف، زي بتاعه شريف بمحمد عبد المنعم. كان ممكن شريف يبقى ببيرسي تاو، بيبقى شريف للجزء. أيوه. الامامي، لكن مش بمحمد عبد المنعم. ف
فهي دي اللي عملت لخبطه شويه عشان خد انذار. ماشي بس هو بس كان ماشي كويس كابتن وكان واقف على رجله كويس بس خد انذار. هو مش معناه ان مستر موسيماني تملي بيفكر في دي. خد انذار هو بيفكر في الحته دي على طول. هو على يقصد الشغل يعني على يقصد ان هو عنده المبدا. ياسر ابراهيم خد انذار مش كده؟ ياسر ابراهيم خد انذار عدى من الحته دي. هو يقصد ان عنده المبدا ان لما حد ياخد انذاره بيخرجه بس ياسر عدى ماشي. بس هي دي كانت طبعا غريبه لكن الحمد لله في النهايه الحمد لله رب العالمين انت دفعت باستبسال والناس اللي كانوا بالعمق كابتن الفرحه طبعا طبعا وفرحه التاهل للدور قبل النهائي يعني بصراحه هم اللعيبه كانوا رجاله النهارده جدا طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا جدا بذلوا جهد كبير وروح بذلوا جهد كبير جدا وحي جمهور المغرب نفسه طبعا في بعد المباراه وبالدقيقه 72 73 رفع عمل انوار ده عشان الشهداء بتوع النادي الاهلي مظبوط. ف لا اللعيبه كافحت كتير استحملت ضغط كبير بالذات كمان اللعيبه بتوع قلب الملعب ورا اللي هم فتره كان عبد المنعم وحمدي وياسر وبعدين ايمن وحمد وياسر وعبد المنعم بعدين رجع تاني حمدي وعبد المنعم شالوا كتير قوي وشالوا حتى لو ما فيش خطوره كبيره بس كنا مضغوطين داخل ال 18 واكتر من كورنر يعني ممكن الشوط الثاني يكون جالهم مش اقل من 6 أو 7 كورنرز من الشمال واليمين خطر جدا طبعا مع تالق وثبات الحارس الاول في مصر محمد الشناوي اللي بيديك طمانينه في اوقات كتيره جدا صحيح. وانت لو معاك يعني مش عايز اقول ايه حارس مش بحجم الشناوي تتعرض لخطوره كبيره لانه عنده ثقه في نفسه عنده ثبات انفعالي بيعرف في عز الضغط والزحمه بيعرف يسيطر على نفسه بياخد الكوره العرضيه بيلعبها ساعات في البوكس في الانفرادات بيطلع جريء جدا واحنا شفنا الكره الاخيره اللي هو مظبوط اللي هاني تبطأ فيها شويه وزريده كان حاططها شالها ف صحيح. يعني اللعيبه كافحت كتير النهارده ويستحقوا نتيجه المباراتين يعني احنا في مجموع المباراتين بغض النظر عن احنا ضغطنا الشوط الثاني في المباراه ديت وكان طبيعي ان هم 1-1 ويحاولوا يجيبوا الهدف الثاني عشان على الاقل يلعبوا ضربات جزاء لكن في ولكن مجموع احنا الاقدر والافضل طبعا في مجموع صحيح. الماتشين كلهم طبعا النادي الاهلي كان يكسب بسهوله صحيح. وقلنا الكلام ده من الماتش الاولاني اللي في مصر ومن الشوط الاولاني اللي كان صح. ضيعنا فيه ضربه جزاء واكتر من فرصه يعني وكنتوا متفائلين زي على فكره وجود زيك لا وكره شريف جول كره شريف دخلت انا سالت الكابتن نصر عباس فيها واحنا قاعدين نتفرج بس ما تعادلش لا دخلت جالك اوامر جاتلي بجد والله والله ده المهم طب خلينا بس الاول نعيش اجواء الفرحه مع زميلنا محمد توفيق ونروح لملعب مباراه ولقاء مع بدر بنون لاعب النادي الاهلي بعد من جديد الكابتن ايمن ومكملين لقاءاتنا واحد من نجوم الفريق اللي يمكن الاصابه حرمته انه يكون موجود مع الفريق ولكن ما سابش الفريق لحظه في المغرب بدر بنون نجم دفاع خط النادي الاهلي يعني الف مبروك الفوز النهارده كنت بقلبك وقاعد في المدرجات بتساند زمايلك شايف الماتش ازاي بقى من المدرجات النهارده واحساسك ايه بالفوز النهارده؟ ما هو والله ربنا اللي كان عالم باحساسي مقابله بين فريقين اللي بحبهم جامد الحمد لله اليوم كان تأهل من نصيب نادي الاهلي هارد لك لجمهور الرجاء هارد لك لفريق الرجاء اليوم قدموا مقابله كبيره الحمد لله النتيجه كانت صالحنا وده الاهم ان شاء الله كلمه بقى لجمهور النادي الاهلي النهارده تقول له ايه من هنا من المغرب؟ اولا الف مبروك على التأهل وان شاء الله احاول الحق ان شاء الله النهائي ان شاء الله حبيبي ربنا بقى لقاءنا مع بدر بنون نجم خط دفاع النادي الاهلي ومكملين ومزيد من لقاءات كابتن ايمن الكلمه لحضرتك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق طبعا الفرحه واضحه على بدر بنون لاعب النادي الاهلي ولاعب الرجاء السابق وزي ما قلنا لحضراتكم النادي الاهلي خلال الماتشين هو الافضل هو الاقدر هو يمكن بدر قال حاجه هو طبعا عارف ظروفه يعني صعبه شويه ولكن اتمنى ان هو يلحق مع النادي الاهلي انه يلعب خلال البطوله دي نتمنى الشفاء العاجل لبدر ويقدر ان شاء الله يحقق حلمه ونتمنى للنادي الاهلي باذن الله الوصول وعبور الدور قبل النهائي والوصول للنهائي وان شاء الله تبقى المره الثالثه على التوالي للنادي الاهلي والمره ال11 في تاريخه الفوز بكاس الاميره
الافريقيه. كابتن عادل كنت كلمتني على الجول اللي جه الشوط الثاني، فانا بسالك يعني انت عندك صوره او حد قال لك؟ لا يعني في ناس من بره قالوا لي شافوها وعدوها اكتر من مره والكره عدت. بس انا خليني بقى اتكلم كلمتين نفسي كنت اقولهم من وقت ماشي طبيعي. على اختلاف اللي حصل بين الشوطين ولا؟ لا انا ماليش دعوه بالاختلاف، هقول حاجه مهمه. اتفضل. هقول كلمتين بس. لا هقول حاجه مهمه. اتفضل. نادي الاهلي الفرق اللي بينه وبين الانديه ايه؟ حاجه واحده بس. انه بيعرف هو واقف فين وعامل ايه. اوعى الفرحه تاخدنا ونقول في مثاليه في الاداء. ايوه. خلينا نبقى واقعيين. كان عندنا عده اخطاء كتير الفترة اللي فاتت. خلي عبالك عندنا عدة أخطاء كتير كانت الفترة اللي فاتت. ولازم نعرف إن إحنا داخلين على سيمي فاينل مع فرقة عندها روح وقوة زي كده. فالأخطاء اللي حصلت من جميع الأطراف اللي بتاعت لعيبة النادي الأهلي وجهاز النادي الأهلي والحاجات دي، إحنا في وقت الشدة نناظر. طبعًا. ونقف جنب فرقتنا. ونتكلم علشان روحنا. احنا ما اتكلمناش كلمه بقالنا فتره نقول لا احنا مستنيين ماتش الرجاء، مستنيين نعمل، مستنيين نساوي. خلينا نبقى واقعيين. لازم مستر موسيماني ياخد باله من حته ال 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 المباراه اللي جايه. يعني في شويه اخطاء كانت حصلت في الملعب كان لازم يعرفها. يعني احنا برضو مرايه لفرقتنا يعني في الامر ده. في عدة أشياء كده هو أدرى بيها والناس أدرى بيها، ولكن أنا شايف إنه لعيبة النادي الأهلي والنادي الأهلي أكبر من الأداء اللي حصل. بمعنى يعني ممكن أدائك يبقى أفضل من كده كتير. التراجع اللي أنت تراجعته كان من نواحي تنظيمية جوه الملعب، فيجب إن 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 نتغاضى يعني نعدلها ولازم نشتغل عليها. احنا من قوتنا ان المكسب يعني احنا بنكسب، ولكن مش طول الوقت احنا لما بنكسب خلاص بقى يبقى احنا عملنا كل حاجه كويسه. ده النجاح. النجاح انك انت تعرف اخطائك حتى لو انت كسبان. ولما تخسر يعني ما تهدش الدنيا. صحيح. هو ده النادي الكبير، هو النادي الاهلي كده. صحيح. فانا افتكر ان الفترة القادمة بين مستر موسيماني والمباريات اللي جاية في الدوري كمان حتة التدوير وحتة في حاجات كتير لازم، علشان احنا داخلين على معمعة ماتشات كتير قوي. طبعا. فيجب انه احنا كابتن ايمن انا عايز اقولها مع الكباتن ازاي انه الايام اللي جاية مش عايزين اخطاء زي مثلا المباراة اللي فاتت اللي احنا كنا نكسب فيها 5 هنا في مصر 6 ونخلص حطينا نفسنا في مشكلة. كان في شوية أخطاء لازم خلاص نتعلم منها ونعدها. الحاجة التانية النهاردة في الشوط الأولاني لما طلعت متعادل برضو كان في الشوط التاني في يعني حاجات تكتيكية كده أنا ما كنتش مبسوط منها أكتر من حاجة كده المفروض نعدلها ونشتغل فيها علشان القادم. صحيح. عشان نبقى أفضل في القادم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب تعال نرجع تاني لأجواء الفرحة ملعب مباراة ونروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع صلاح محسن العائد بعد غياب. تحياتي ليك كابتن ايمن وكل ضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك لفوز النادي الاهلي والصعود للدور قبل النهائي، وان شاء الله تبقى خطوه كبيره جدا نحو الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي. كنا مكملين في لقاءاتنا بعد المباراه معانا صلاح محسن نجم هجوم فريق النادي الاهلي. يعني صلاح الف مبروك الفوز والف مبروك العوده كمان، يمكن 3 شهور واول مشاركه ليك يبقى في مباراه مهمه زي كده. يعني كلمنا على المباراه النهارده وعدت لها ازاي؟ الحمد لله. طبعا النهارده ماتش صعب واجواء صعبه زي ما انت شايف، قدرنا الحمد لله احنا نصعد النهارده واحنا متعودين على الاجواء ديت، والحمد لله نقدر نفكر في اللي جاي والحمد لله على الصعود. يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه نبقى حاجه كويسه ونقدر ناخد البطوله ان شاء الله. صلاح يمكن سوء توفيق هنا وهناك، يمكن المباراه باينه في الاجواء صعبه، لكن اعتقد ان احنا كنا ممكن نحسمها بعدد كبير جدا من الاهداف في الماتش الاولاني، وكمان النهارده كمان كنا ممكن نفوز بسهوله جدا، لكن كان في غياب شويه في التوفيق. الحمد لله طبعا احنا مركزين ان احنا نصعد، جايين نصعد هنا وفريق رجاء فريق كبير طبعا، ما بنلعبش فريق قليل لا، واحنا طبعا
مركزين جايين مركزين اللي احنا نصعد من هنا، واللعبه كلها ادوا اللي عليهم وعملوا اكتر من مجهودهم كمان، وان شاء الله نقدر ناخد البطوله ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي ما كانش عنده شك فيكم ولا 1%، كان كلهم ثقه انكم هتيجوا هنا وتصعدوا للدور قبل النهائي من مركب محمد الخامس. طبعا جمهور الاهلي لازم يبقى واثق فينا طبعا، احنا واحنا ادينا النهارده ماتش كبير جدا واللعبه كلها رجاله وقاموا باكمل وجه النهارده في المباراه وماتش صعب جدا علينا، والحمد لله يعني قدرنا نصعد من هنا. شكرا صلاح، بنتمنى لكم دوام التوفيق باذن الله. ربنا يخليك، شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع صلاح محسن نجم خط هجوم النادي الاهلي، مكملين في لقاءات كتير، خليك معانا وهرجع لحضرتك مره ثانيه. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. يمكن الفرحه باينه شويه على صلاح محسن يمكن اكتر من بدر بنون، بس بدر بنون يعني عقلاني جدا، وبدر بنون برضه في موقف صعب شويه، فاكيد طبعا كان نفسه يكون متواجد، ولكن ظروف المباراه وظروف المرض طبعا يعني برضه مأثره عليه نفسيا، وظروف تواجده في المغرب ضد فريق السابق برضه مأثر عليه بعض الشيء، ولكن هو طبعا اكيد 100% فرحان للنادي الاهلي لان هو لعيب منتمي للنادي الاهلي. المهم كابتن بلال، طبعا قلنا تأهل مستحق، القادم نصف النهائي افضل باذن الله، القادم نصف النهائي. انت القادم، انت عندك، انت هتخش مش كده؟ هو بيسالك الدور القادم ايه؟ انت هتخش لا انت هتدخل دلوقتي في معمعه في الدوري المحلي اكيد، وهيتخللها بعد كده مباراه وفاق الصيف. وخلي بالك صحيح. الناس كانت بتقول لك ايه؟ بتقول لك يا ريت ما نقابلش الترجي، هم فاكرين ان وفاق الصيف بالفريق السهل، انما وفاق الصيف فريق صعب، بدليل ان هو خرج الترجي على ارضه وبين جمهور. بص يا كابتن، طبعا يعني احنا مش عايزين يعني او الجمهور لا يتمنى ان احنا نخسر بطوله الدوري العام السنه دي، لان احنا ما انا بقول لك يعني لا نتمنى كلنا يعني ان احنا نخسر بطوله الدوري العام السنه دي، لان احنا خسرناها الموسم الماضي. قصدك ان انت ممكن تضحي ببطوله على حساب بطوله؟ مع يعني يعني الماتشات المتلاحمه دي والزحمه بتاعه الماتشات، ممكن تفضل الماتش طبعا عن ماتش، ده هو ده طبيعي. يعني انا النهارده عندي تشامبيونز ليج السيمي فاينل وعندي ماتش في الدوري، لا اكيد طبعا هختزل بعض اللعيبه المهمين بالنسبه لي يلعبوا في بطوله افريقيا في نصف النهائي على حساب بطوله الدوري العام، ده وضع طبيعي. اولا ان بطوله الدوري العام لسه ممتده، ممكن قصدك فكر المدير الفني ممكن يوصل للناحيه دي. هو قصده اصل هو اتخض ليه؟ قال لك ممكن تضحي بطوله بطوله. بلال قصده في التايم ده، في الوقت ده. لا ما تتخضيش، انا كنت متفائل قبل كلمه بلال. لا اقول له بلال الفتره دي عشان هو لا بس تخت. لا 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 ما انا وضحت لك، انا مرقت ايه لك كله ده من عايز شرح. لا لا والله يا ابني، بس انا يعني ايه اتخضيت شويه. فبطبيعه الحال لو انت عندك ماتش في الدوري العام، يعني ما هو كابتن ايمن بص، هي الفكره كلها في ايه؟ انت لما لو عايز تلعب بكل بال 14 لعيب وال 15 لعيب في كل الماتشات هيبقى صعب عليك طبعا. لا هتكسب هنا ولا حتى كمان هتكسب هنا، مظبوط يا كابتن. لا تعرف تأدي هنا بالشكل المطلوب ولا تعرف تأدي هنا بالشكل المطلوب، فانت مطالب منك انك حاجه هتيجي على حساب حاجه. ايه الحاجه الاهم في الوقت الحالي؟ بطوله افريقيا، ده وضع طبيعي. مزبوط. يعني كلنا عايزين ناخد الدوري العام ان شاء الله السنه دي، لكن لما تتعارض مثلا الماتشات مع بعضها لا، يبقى احنا في الوقت الحالي احنا بتفضيل حاجه على حاجه في بطوله افريقيا في الوقت الحالي، عشان بس الجمهور يبقى عنده ايه يعني. الجمهور مش عايزك تخسر هنا وعايزك تكسب الناحيه دي، تمام؟ لا مش في كل الاوقات، لازم يدرك النقطه. مش في كل الاوقات ليه؟ لان احنا اصلا الدوري بتاعنا مضغوط، دوري صعب. مزبوط. انت تلعب مثلا لعبت النهارده، تلعب بعد 3 ايام، بعد كده بعد كده جمهورك عايز تكسب كل حاجه. بس طبعا احنا لازم نوضح يا كابتن، استنى اقول لك، خصوصا ان في ايه، هقول لك حاجه، انت عودته على كده طبيعي يا كابتن. بس خد بالك احنا بقالنا 3 سنين، بقالنا 3 سنين انت في جدول دوري مفرمه مش طبيعي. مظبوط. يعني العالم كله مثلا بيبتدي كل اسبوع، وبعد كده تبتدي يعني لما يخش في الشامبيونز ليج يبتدي يلعب ماتشين، اقصي خلاص بيرجع تاني الاسبوع، وبعدين يديك ماتش كل اسبوعين في بطوله الكاس كده. لكن انت بتشتغل دوري وكاس وافريقيا وكاس الرابطه دلوقتي اشتغلنا فيه كل ده، وكاس السنه اللي فاتت كمان ماشي، ولعبتك طبعا منتخب، ولعبت المنتخب. مظبوط. كل ده يا كابتن ورا بعض، يعني ما بتاخدش فرصه صحيح. انك انت حتى الفرصه اللي بتاخدها
بيبقى عندك مثلا لعيبه في المنتخب الاولمبي ولعيبه في المنتخب الاول. مزبوط. يعني حتى المدير الفني مش قادر يشتغل مع الفريق كله طبعا الفرقه بتاعته كلها. مزبوط. فبيجي لك 6 7 لعيبه من المنتخب اول و6 7 لعيبه من المنتخب الاولمبي فبتقدرش يعني صحيح. تشتغل مع اللعيبه يعني. صحيح. الفكره كلها ان انت داخل على ماتشات صعبه جدا تمام، عايز تكسب في بطوله الدوري وهنبقى بنفس الحماسه برضه في بطوله الدوري العام وفي الماتشات وعايزين نكسب وعايزين نبقى الاول وعايزين نروح في حته بعيده وبنفس الحماسه برضه في بطوله افريقيا. الامر صعب جدا طبعا. يتطلب من مستر موسيماني التدوير المستمر، بس التدوير المستمر بحنكه شويه تمام. يبقى هلاعب مين النهارده، هلاعب مين الماتش الجاي، مين ممكن ياخد شوط النهارده، مين ممكن ياخد المباراه كلها، مين ممكن ياخد شوط الماتش اللي جاي الماتش اللي بعديه. يعني لازم يبقى في تدوير بحرص وعنايه شديده جدا، لان برضو مش عايزين نفقد الدوري العام السنه دي. هتبقى يعني غير حاجه غير مرضيه لينا احنا والجمهور النادي الاهلي، احنا بنتكلم وللعيبه طبعا والجهاز الفني والجهاز الفني والمجلس الاداره طبعا. الدوري العام ما ينفعش يضيع من النادي الاهلي سنتين متتاليين ورا بعض، لا باذن استحالة. الله فان شاء الله باذن الله تعالى احنا محتاجين الفتره اللي جايه انك تبتدي تدور في اللعيبه، خاصه النهارده انت عندك صلاح محسن رجع صح موجود عندك لعيبه، يعني النهارده دكه بدلاء النادي الاهلي دكه قويه جدا تيلة. جدا جدا. انت تغييراتك مين؟ احمد عبد القادر من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر. محمد مجدي قفشه من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر في مكانه. محمد شريف افضل راس حربه في مصر في الوقت الحالي. صلاح محسن من اللعيبه المحترمه جدا الكواليتي العاليه اللي تقدر تستخدمه بعد كده لما البدنين يبقى جاهز. فانت عندك لعيبه، وايمن اشرف النهارده كان احتياطي لعيب منتخب مصر، عندك كواليتي كويسه وجيده جدا تقدر تدور فيها الفتره اللي جايه. محتاج من مستر موسيماني ان هو يدور بشكل كويس علشان يحافظ برده على الدوري العام. محتاج ان هو الماتش اللي جاي هيبقى صعب جدا، الجزائر في الجزائر وفاق سطيف فرقه يعني الحماس اكبر بكتير جدا من الرجاء. اللي عايز اقوله واوصله للجمهور ان انت النهارده الناس كانت مخضوضه من الرجاء، لا ده في الجزائر افضل يعني افظع بكتير. هتشوف شماريخ وهتشوف بقى حاجات غريبه جدا، وفرقه فنيا اعلى من الرجاء طبعا. بص فرقه صراحة. توصل للسيمي فاينل وتخرج الترجي من هناك في تونس، لا انا اتفرجت عليهم هم فنيا اعلى من الرجاء. اكيد فرقه تحترم اكيد كتير. اكيد فرقه تحترم يا كابتن طالما هي خرجت الترجي. لعيبه كويس مظبوط كابتن. وصل للسيمي فاينل وكسبان الترجي في الترجي كمان، كسبان وخرج الترجي. الرجاء وصل برضه يعني معاك، وصل معاك وانا شايف ان هي فرقه فنيا بس وصل من دوري بس هم دول مجموعات وما قابلش فرقه ثقيله. ما قابلش فرقه، هو اول فرقه يصطدم بيها هي النادي الاهلي مغلوب على ملعبنا ومتعادل هناك. يعني ما حققش نتيجه حتى ممكن تكون نتيجه ايجابيه بالنسبه له، يعني بتتعادل على ملعبك وتتغلب بره ملعبك وتتغلب، كان ممكن تغلب 5-6 والنهارده تغلب 3-4 مستريح. فيعني ده معناه ان الفرقه مش قويه يعني بالزبط. ولكن برضو انت عندك اهداف، هي بطوله افريقيا ان شاء الله. المباراه اللي جايه باذن الله ان شاء الله ما اعرفش هتبقى في ملعبنا ولا هتبقى مره بره ملعبنا. عشان كده دايما بنقول يا كابتن انك انت عشان تكسب لازم الماتش الاول هو اللي بيحدد بشكل كبير يعني. باذن الله رب العالمين. نروح مره ثانيه لملعب المباراه ونعيش اجواء الفرحه مع زميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مرحب بك من جديد كابتن ايمن وضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك مره ثانيه لجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني فوز كبير، فوز مستحق. يمكن مباراه الذهاب جمله من الاهداف ضيعه، وكمان في مباراه العوده رغم التعادل كان اعتقد النهارده لو في توفيق كابتن سامي زي ما اتكلمنا قبل المباراه امبارح اعتقد كنا فزنا بسكور وكمان كنا فزنا. الحمد لله طبعا. تحياتي للكابتن ايمن وضيوفه، بقول له طبعا مبروك ومبروك لجمهور النادي الاهلي. مباراه طبعا كبيره بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه، بشكرهم طبعا على الجهد دوت والاصرار دوت وتحمل مسؤوليات كبيره، يعني خصوصا في الاجواء اللي احنا عايشينها دي. اجواء صعبه جدا، جمهور مالي الملعب من قبل المباراه بحوالي 5 ساعات، فاعتقد ان انت تلعب تحت الضغط العصبي دوت والجمهور دوت. واعتقد برضو التحكيم في الشوط الثاني كان مختلف شويه عن الشوط الاولاني، لكن في الاول والاخر طبعا بشكر اللعيبه وببارك لجمهور النادي الاهلي. نوعدهم اللي احنا هنعمل ان شاء الله اقصى حاجه لينا ان شاء الله المباراه القادمه، وان شاء الله عشان نحقق بطوله غاليه بالنسبه لنا عمرها ما حصلت في تاريخ افريقيا ولا تاريخ النادي. ان شاء الله يبقى اللعيبه في الموعد دايما كده ان شاء الله. كابتن سامي، اعتقد السيناريو المسبق ان انتم حاطين المباراه وانكم متخيلين شكل المباراه واحداثها ده ساعدكم كتير جدا، يعني رغم الهدف اللي دخل فينا بدري قوي لكن كان في سيستم ثابت، في شغل ثابت في الملعب شفناه على مدار الايام اللي فاتت. اعتقد السيناريو المسبق ده ساعدكم كتير النهارده في المباراه. يمكن هو الراجل اشتغل على كده، انت كنت معانا عايش معانا الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني الراجل اشتغل على كل السيناريوهات اللي المتاحه في المباراه. ممكن في اول 5 دقائق يجي فينا جون، ضغط الجمهور بيدي دفعه كبيره جدا للعيبه. احنا برضو بقالنا كتير جدا ما بنلعبش قدام جمهور، في لعيبه برضو مش اول مره تلعب
تحت جمهور كبير، كثافه جمهور كبيره كده يعني، فاللي احنا نتمسك تاني ونرجع تاني ويجينا ضربه جزاء وتتصد، وبعد كده الحمد لله ننهي الشوط الاولاني برضو بهدف. فاعتقد الحمد لله دي بتدل على شخصيه اللعيبه واصرارهم وتحملهم المسؤوليه، فطبعا كل الشكر ليهم، لكن مستنيين طبعا بقى تحدي اكبر بالنسبه لنا ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله. كان في حوالي 45 50 الف متفرج كانوا في الملعب النهارده، لكن اعتقد كان في جمهور للنادي الاهلي بالملايين، ما شكش لحظه في عدم قدرتكم على الصعود، وكان كله ثقه فيكم، واعتقد انكم قدوا الثقه دي. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي كان معانا بروح يعني، حاسين بيهم واللعيبه حاسه بيهم، عارفين النادي الاهلي ده طبعا جمهور النادي الاهلي كبير، محتاج اللي هو يفرح، محتاج اللي هو دايما يحس اللي هو رقم واحد، مش في افريقيا بس، في كل العالم كله. فاعتقد الحمد لله ان اللعيبه الحمد لله كانت مقدره كده، ولعبت باصرار كبير جدا وثقه كبيره جدا وشخصيه كبيره جدا النهارده، فطبعا كل الشكر ليهم تاني وتالت ان هم عملوا حاجه كويسه جدا، وده الطبيعي يعني، اعتقد ان ده الطبيعي وده المكان الطبيعي للنادي الاهلي. نحلم بالثالثه على التوالي وال11 ان شاء الله. ان شاء الله هو ده التحدي الاكبر بالنسبه لنا يعني، نتعلم طبعا من مباراه اللي زي النهارده والمباراه الاولانيه، خصوصا المباراه الاوليه اللي احنا نحاول ان احنا نحسمها طبعا عشان تساعدنا طبعا في المباراه الثانيه. فاعتقد الحمد لله دي كلها خبرات احنا بناخدها واللعيبه بتاخدها عشان تقدر تطور نفسك ويقدروا يعملوا الاقصى حاجه ممكنه. تحدي كبير زي ما انت قلت وطموح كبير جدا لينا ولجمهورنا ولادارتنا ان احنا نحقق البطوله الثالثه على التوالي، واعتقد ان ما حصلتش في افريقيا، واعتقد النادي الاهلي جدير اللي هو يحققها ان شاء الله. كابتن ودايما موافقين باذن الله. كابتن ايمن الفرحه كبيره جدا، الفوز كبير جدا يعني برغم التعادل النهارده، لكن صعود غالي جدا في وسط كل الظروف الصعبه دي. لعيبه النادي الاهلي دايما عند الميعاد ودايما محققين فرحه لجمهور النادي الاهلي. مكملين مع حضرتك ولقاءات تانية كتير. كلمه ليك كابتن ايمن. الاهلي دائما هو الكبير، زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا نادي الاهلي سيد اسياد افريقيا، نادي الاهلي هو كبير القاره الافريقيه، نادي الاهلي هو الكبير وهيفضل طول عمره كبير، نادي الاهلي هو مصدر البسمه، مصدر السعاده لجماهير الكره المصريه. هنطلع لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، نقدر نقول ان الشناوي وخط الدفاع تحملوا عبء المباراه الشوط الثاني. الشناوي نجم المباراه وخط الدفاع الشوط الثاني تحملوا عبء المباراه، بس تحمل بلا داعي. انت اللي ضغطت نفسك، مش هم عشان الفريق رجاء كويس، انت ضغطت نفسك. لكن اسلوب لعب الكرات الطوليه دي واحنا عارفينه يعني بيمثل ضغط وعبء جامد جدا جدا على دفاعات الانديه او دفاعات الفرق. ليه لعب عليك لعب طويل؟ انت اديت له الفرصه دي ليه؟ عشان انت بالظبط خليت مساحه اللعب كبيره جدا، فهو اديت له الحاجه اللي هيعمل معاه خطوره منها. كان اسامه بيتكلم على احداد ان هو كام كره عملهم بدماغه على خط 18، عشان انت تراجعت قوي يا ايمن. أيوة. مساحه اللعب بقت كبيره جدا، حتى الهجمه المرتده كنت حاول تعملها كانت مساحه الجري طويله جدا. صح. لكن المفروض اللي كان يحصل الشوط الثاني، لا انت تتحكم في الشكل لان هو اللي بيدور على مكسب. الامور كانت لازم تبقى اهدى من كده. في ايه؟ بهدوء كده. مين اللي بيدور على مكسب في الشوط الثاني؟ ايوه هم طبعا. صح طبعا. هو اللي مستعجل، عايز يجيب اجوان المباراه مثلا. كويس. الطبيعي ان انت تتحكم في اداره الشوط الثاني، انت بقى بهدوءك تقفل المساحات، تقلل مساحه اللعب على قد ما تقدر، ان هو ما عندوش حلول كتير يا ايمن. انت عندك حلول كتير جدا، عندك الاطراف وعندك في القلب وعندك تسديد، هو حلوله كلها محدوده جدا. أيوة. اكبرهم واكثرهم الكور طويله والفاولات اللي على 18 او في نص الملعب. صح. احنا توقعنا ان الشوط الثاني يمشي زي الشوط الاول بالظبط من جانب النادي الاهلي، زي ما نهيت الشوط الاول. ايوه. ولكن يمكن انا قلت لكابتن اسامه ممكن يكون وجهه نظر مستر موسيماني حاجه تانية، اللي هي اديله السيطره والاستحواذ وانت تلعب على الكرات المرتده السريعه. ما حصلش يا ايمن. بص يا ايمن، دي في كره القدم دي مجازفه غير محسوبه. ايوه. ما ينفعش ادي فريق منافس السيطره والاستحواذ، استحاله. مهما كان فريق ضعيف ممكن يضايقك. يعني انت لو معاك حارس عادي، ايوه، حارس كويس النهارده كان ممكن يشيلك الكوره، يشيلها الكوره من كام وقت. انا عادل واسامه كويس على فكره. ايوه. مش هيقدر يشيل الكوره، يشيلها الشناوي. صحيح. لكن الشناوي عشان حاجه مميزه جدا، هو تعامل مع الكره الاخيره دي بامتياز. مظبوط. فده ريسك، مخاطره جامده جدا ان ادي استحواذ لفريق
ما عندوش حلول كتير، بس الكور طويله ايمن، وانت خطر. انت ليه مش متخيل ان الاخطاء مش ورده في 18؟ فانت بتعمل مخاطره وريسك. طب انا ممكن انهي الموضوع ده من بدري، هو انا استنى اما الحاجه تيجي عليا وتكبر؟ طب ما انا من بدري قوي زق فرقتك لقدام وتحكم انت في ادائك. على فكره النهارده الحمد لله تاهلنا وكل حاجه، مفيش اي مشكله. الفرق الكبيره وعشان اسمها كبيره وبتوصل لاعلى مراكز، كل ما بياخد خطوه لنجاح بيبص انا اخطات في ايه عشان صحيح. يصلح اخطائه صحيح. لان عشان تنجح لازم اولا تقلل اخطائك. مظبوط، هو ده سبيل النجاح. مظبوط، اخطائك بتقل، انت نجاحك ما شاء الله بيزيد. النادي الاهلي النهارده الحمد لله خد خطوه قبل النهائي، الحمد لله هدوء، واشوف انا اخطات في ايه. مفيش حد فينا معصوم من الخطا بالعكس، وكره القدم كل مش يوم كل ساعه بتعلم حاجه جديده. مظبوط، النهارده التعامل كان لازم يبقى اهدى من كده، صح، واحسن من كده، وانت اللي تدير الشوط الاول، لانك انت الاهدى اعصابا، انت الاهدى انك انت مش مستعجل على مكسب. انت كسبان 1-1، انت بالنسبه لك انت متاهل. انت لو لعبت الكوره عاديه الفرقه دي كلها ايمن تمريره الثانيه الثالثه خطر. مظبوط، زي كره حسين الشحات، صح، تمرينتين خلوا بيرسي تاو انفراد، تمرينتين بالظبط، والمساحه قليله جدا على يعني قبل ال 18 بحوالي 5 يارد تقريبا. كره احمد عبد القادر تمريره يا كابتن، ايوه تمريره، يعني حتى التمريره والثانيه جول. يعني دي كانت هجمه مرتده. فانا بقول لك تخيل فريق تمريره الثانيه انت بتوصل، صح، فانت معاك سلاح بس انت ما استعملتوش. ايوه، سبت الشوط الثاني يمشي، لكن في الاخر الحمد لله، الحمد لله ربنا تأهل، الحمد لله زي بقول لك ما سرقتش التأهل، بالعكس تستحقه، لكن عشان تبقى احسن واحسن واحسن تخش الادوار الثانيه اخطائك تقل، وتشوف انا اخطات في ايه. طول ما انت بتشوف اخطائك ايه وانت كسبان طبعا. مزبوط، اكيد طبعا هتبقى ان شاء الله في الاحسن. لكن بس اخيره عشان كان بلال بيتكلم موضوع افريقيا والدوري، في كره القدم او في الحياه عامه في حاجه الاهم والمهم، وبعدين المهم. مظبوط، الاهم دلوقتي انك انت تركز في الادوار بتاع افريقيا، صح، مهم الدوري لسه طويل، لكن النادي الاهلي قربت خلاص ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله باذن الله. لكن النادي الاهلي هو النادي الاهلي، جماهيره عايزه كل بطولاته من حقهم، ومن حق والليك حق تطمع ليه، لانك انت عندك كم لعيبه يقدروا يلعبوا في البطولتين بنفس الكفاءه. صحيح، طيب نروح مره ثانيه الملعب براء، وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي. من جديد بنضم ليك كابتن ايمن، تحياتي ليك وكل ضيوفك وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق وتاهل مستحق، ومعانا يعني واحد من نجوم المباراه وصاحب الهدف النهارده محمد عبد المنعم. يعني محمد، الف مبروك الهدف والف مبروك الفوز. اعتقد مباراه في اجواء صعبه، ولكن لعيبه النادي الاهلي متعودين على الاجواء دي ودايما عند حسن ظن جمهورهم بيهم. الحمد لله، بحمد ربنا طبعا على الهدف والفوز. لعيبه رجاله زي ما انت بتقول، لعيبه النادي الاهلي دايما بتحط في مواقف ديت كتير، المواقف دي بتبين الرجاله فعلا. لا، اللعبة كلها رجالة النهاردة، وحتى تشوف الدكة النهاردة الناس كلها تموت وتنزل عاوزة تشارك في المكسب ده أو عاوزة تساعد. فبحمد ربنا والحمد لله على المكسب، وربنا يكرمنا في اللي جاي إن شاء الله. يعني جمهور النادي الأهلي كان كله ثقة فيكم، ما كانش في حد عنده شك ولا 1% إنكم مش هتصعدوا من هنا من مركب محمد الخامس. كنتوا بتقولوا لبعض إيه، وكنتوا شايفين ثقة الجمهور دي إزاي؟ والله كلنا كنا قعدنا مع بعض قبل الماتش، من ساعة أول ما وصلنا قعدنا مع بعض واتكلمنا، وإن شاء الله الرجالة إحنا جايين هنا، إحنا عارفين إحنا عاوزين إيه، عاوزين التعادل او المكسب، اي نتيجه ايجابيه لينا. فالحمد لله، الحمد لله لعيبه رجاله، وبشكر اللعبة كلها، وبشكر الجهاز الفني، وبشكر طبعا الجمهور. الجمهور دايما في ظهرنا، بطلب منهم طلب ان هم الفتره الجايه بقى سند لينا ودعم لينا زي ما هم ماشيين كده. باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله، ويبقى البطوله دي من نصيبنا، نتعب ونشتغل وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. البطوله دي ان شاء الله نكسبها، هتبقى الثالثه على التوالي، ده انجاز ما حدش عمله كده، بس هتبقى الاولى لمحمد عبد المنعم. شايف البطوله ازاي؟ انا بتمنى ربنا يكرمني في البطوله دي بالذات، عشان اعوض البطوله بتاعه المنتخب. اكيد كان نفسي اخد بطوله المنتخب، فان شاء الله باذن الله اتعب واشتغل واركز الفتره الجايه باذن الله علشان احصد بطوله افريقيا ان شاء الله. شكرا محمد، التوفيق دايما. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع محمد عبد المنعم مدافع فريق النادي الاهلي وصاحب هدف الفوز النهارده، واحد من نجوم المباراه. كل لعيبه النادي الاهلي نجوم، كل لعيبه النادي الاهلي عند حسن ظن جمهورهم بيهم، مكملين. ومزيد من اللقاءات كابتن ايمن، الكلمه لحضرتك. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه، يمكن كان لينا تعليق على موضوع محمد عبد المنعم لما خرج بره. هو كان عنده الرغبه ان هو يكمل،
وشفنا عنده رغبه اكتر مره، يعني الزار مستر موسيماني قال له خليك بره، فهو قال لا انا عايز اكمل، وبعدين قال له خليك بره، قال له انا عايز اكمل. في نقطه هنا مهمه جدا لمستر بيتسو موسيماني، حته الكارت الاصفر. ما هو واضح ان هو مقتنع بكده، يعني واضح ان دي حتى في المؤتمر اللي فات لما الناس سالته على موضوع ديانج قال عشان خد انذار. فنفس الشيء النهارده محمد عبد المنعم لما جه بدل شريف واحمد عبد القادر طلع طاهر، واحنا كنا متوقعين بيرسي داو، فاتفاجئنا انه عبد المنعم هو اللي طالع. فهو واضح انه في قناعه عند مستر موسيماني ان اللاعب اللي بياخد انذار معرض ياخد لانذار تاني. هي وجهه نظر، يعني في الطبيعي يعني مع معظم المدربين ما بيحصلش كده، بس هو واضح ان عنده قناعات بهذا الموضوع ان لما لعيب بياخد انذار بيفضل انه هو يخرجه ويلعب حد تاني. فهو فتره لعب زي ما قلت لك عبد المنعم وحمدي وياسر، وبعدين حمدي لما نزل ايمن اشرف حمدي رجع ورا بقى حمدي وعبد المنعم وياسر. طب خلينا ناخد التغييرات ونقول رايك فيها. التغيير الاول ايمن اشرف مكان حسين الشحات في الدقيقه 56. ده تغيير انا من وجهه نظري ضغط فرقه النادي الاهلي، لانه حسين الشحات في الثلث الاخير كان اكتر واحد بيحاول، اكتر واحد بيقف على الكوره، اكتر واحد متحرك، يعني كان اكتر من بيرستاو وطاهر. ثانيا التغييره بتاعته ما حصلتش مثلا بواحد زي احمد عبد القادر او شريف، حصلت انه مكان رجع ايمن اشرف نزل مكان حمدي فتحي ورا، اصبح عبد المنعم وياسر وايمن وقدامهم ديانج وحمدي وعمر السلي، وابتدى يبقى قدام بس طاهر وبرسي تاو، وما كانوش في حاله جيده قوي. عشان كده انت كانت سهل قوي الديفنس بتاع المدافعين بتوع الرجاء بيلعبوا يستلموا ويطلعوا لنص الملعب يقعدوا ينقلوا الكوره سواء على الجناب او سواء كور طويله الاحداد، ما كانش فيه ضغط عليهم. احنا الثلاثه بتوعنا بتوع نص الملعب اللي هم سوليا وحمدي وديانج ضموا قوي لتحت على ايمن وياسر وعبد المنعم، وابتدوا يخشوا كمان للمناطق اللي هي عند الشناوي، يعني على منطقه نقطه الجزاء والسته ياردة. عشان كده حصل كتير كور ممكن ما تكونش كلها خطر، يمكن واحده ولا اتنين الخطر قوي، لكن كلها حوالين ال 18 فاولات حوالين فاولات حوالين ال 18 كورنرز اكتر من 3 4 من الناحيه دي و3 4 من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال. فانت ضغطت نفسك بالتغييره دي، انا دي من وجهه نظري. ممكن يكون طبعا في ناس ليها وجهات نظر اخرى، ولكن انا شايف ان التغييره دي ضغطت النادي الاهلي شويه لورا. صح. طيب تعالوا نروح مره اخرى لملعب مباراه وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع احد نجوم مباراه ياسر ابراهيم. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن، تحياتي ليك وكل ضيوفك وكل جمهور نادي الاهلي في كل مكان. معايا دلوقتي واحد من الرجاله اللي اتحملت عبء الماتش، يعني 90 دقيقه كانوا صعبين جدا، ضغط جماهيري، لكن لعيبه النادي الاهلي قد كل دوت وكنت عند الميعاد. اعتقد لو في توفيق كمان كنا كسبنا هنا، كنا كسبنا يعني بجمله اهداف هناك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي، ببارك للاعيبه الرجاله ديت، الحمد لله على النهارده على التعادل والتاهل. قدرنا ان احنا نبقى رجاله مع بعض وكنا في الملعب الحمد لله، واللاعيبه كلها كانت على قلب رجل واحد. اتكلمنا مع بعض قبل الماتش كلنا رجاله، مش محدش خاف من الجمهور، احنا لعبنا في اجواء اصعب من دي واسوأ من دي، فتحطنا في مواقف كتير. هو ده لعيبه النادي الاهلي تظهر في 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 اصعب الاوقات وفي اشد الاوقات، بنلاقي بعض كلنا لعيبه رجاله. طبعا بقول الحمد لله طبعا على الصعود، وببارك لهم مره ثانيه، وببارك لجمهور النادي الاهلي والاداره والعمال والجهاز الاداري والطبي وكلهم. الحمد لله ربنا رجعنا مجبورين الخاطر، يعني الحمد لله. المباراه في الملعب احنا كلنا شفنا المباراه من بره، كان انتوا اللي كنتوا جوه الملعب المباراه، يعني احكي لنا عن المباراه كده وكنت عايشها ازاي النهار. مركزين كلنا مع بعض، دايما اتكلمنا مع بعض، اتفقنا ان احنا مش هنسمع بعض من الجمهور، فلازم دايما عينينا على بعض وكل واحد يشوف هو واقف صح ولا لا، دايما بنحاول نبص لبعض دايما طول ما احنا واقفين في الملعب الحمد لله. واديك شفت الحمد لله كنا ممكن نطلع كسبانين، بس ربنا ما اردش الحمد لله.
كان في 50 او 45 الف متفرج في الملعب، لكن في اكتر من 100 مليون اهلاوي، كانش في واحد فيهم شاكك ولو 1% انكم مش هتكسبوا او هتتاهلوا وترجعوا ببطاقه صعود للقاهره. طبعا هو ده جمهور النادي الاهلي اللي دايما دعم لينا ودايما في ظهرنا، واحنا قبل ما ننزل الماتش اتفقنا مع بعض كلنا وكابتن سيد يا جماعه، وفي 45 الف متفرج بس في 100 مليون مستنينا ان شاء الله، دول في ظهرنا ودايما دول لو كانوا يقدروا يجوا ورانا كانوا جم، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نفرحهم، وعقبال ان شاء الله ما نجيب البطوله باذن الله تبقى في الجزيره ان شاء الله. شكرا ياسر، ودايما موافق باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع ياسر ابراهيم، واحد من نجوم النادي الاهلي، مكملين ومزيد من لقاءات ومزيد من نجوم النادي الاهلي. كمل كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. طبعا اجواء الفرح حلوه، يمكن زي ما بنقول كده كان في قلق شويه وضغطنا خلال الشوط الثاني، ولكن كلنا كان عندنا ثقه بنسبه كبيره جدا ان احنا هنعدي المرحله دي، والحمد لله رب العالمين عديناها. خلينا برضو في اجواء الفرحه نروح مره اخرى الملعب مباراه وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. من جديد بتواصل مع كابتن ايمن، تحياتي ليك وضيوفك الكرام لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ومعانا واحد يعني من ابطال النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، يعني انت واحد الناس بتشوف من الملعب كابتن سيد مدير الكره بس ما يعرفوش الاعباء اللي انت بتتحملها، يعني حضرتك بجانب عملك كمدير كوره والله شهاده حق، بتقوم بادوار تانية كتير احنا بنشوفها جوه المعسكرات في الماتشات في التنظيم، يعني بجد الف مبروك، واحد من ابطال زي ما بيقول الماتش النهارده من ابطال البطولات اللي فاتت كلها، يعني تقولي عن كل الظروف الصعبه دي وانتوا دايما قد المسؤوليه. اقول الحمد لله طبعا، يعني المباراه كانت في مصر كان ممكن تبقى فرق هدفين، كنا ممكن نرتاح هنا، لكن هي دي برضو كوره. هنا جينا بشخصيتنا، وانا قلت بعد المباراه على طول احنا اللي هيبقى قلقان ولا خايف ما يجيش معانا، احنا عارفين الاجواء اللي لعبنا فيها النهارده وانتم شفتوها قدام عينيكم، يعني دي عايزه شخصيه يعني من حديد زي ما بيقولوا، يعني انت بتلعب في النادي الاهلي وده كفيل ان هو يديك ثقه عاليه جدا، لازم تبقى انت وزميلك على قلب واحد، لازم يبقى في ظهور وما فيش ان انت تختفي او تبقى مستخبي زي ما بيقولوا، لازم تساعده، لازم تبقى متواجد عليه معاه على طول، لازم تلعب بقلب شديد جدا. يمكن الحاجه من النهارده ما ساعدناش او ما حمناش في بعض في كتير جدا من اللقاء، ضربه الجزاء حتى هو مش هو اللي حاسبها، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين جينا بشخصيتنا وجينا بارادتنا وجينا بتفكيرنا. خلصت المباراه وخلص دور الثمانيه، عندنا مواجهه ثانيه مع وفاء الصيف، فرقه عندها نتائج يعني مبهره بره ارضها، كسبت حوريه كوناكري في غينيا وتصعبت عليها في الجزائر، لكن كسبتها 3-2 في اخر 5 دقائق، كانت مغلوبه 2-1 وكسبت 3-2. عملت مباراه هنا مع الرجاء هنا في نفس الملعب ده لحد تقريبا الدقيقه 68 او 69 متعادلين. مقدمه النهارده مباراه مع الترجي لسه ما شفتهاش، بس كسبت الترجي في الترجي 1-0، فانت عندك مواجهه ومحطه صعبه. يعني اللي عايز اقوله بس ان انت مش عايزين نفكر في حاجات لسه قدامها شويه، عندنا مباراتين في الدوري مع الجيش ومع طلع الجيش ومع السيراميكا كليوباترا يعني، لكن هتقول لي العنوان هقول لك ان احنا من اول ما المباراه خلصت كان مهم جدا واحنا في اوضه اللبس، كان مهم جدا قبل ما نروح بيوتنا وقبل ما نطلع من استاد السلام ان احنا نجمعهم ونتكلم معاهم ونقول لهم المباراه خلصت، ولو كنا تعادلنا 2-2 برضه ما كان المباراه خلصت، مش التعاد، لكن لسه عندنا الفرصه هناك في المغرب، تقدر تجيبها تقدر تنتصر تقدر تفوز لو رايح بشخصيتك، لو رايح بامكانياتك وقدراتك من غير اي قلق ومن غير اي تفكير. كلمه اللي خايف ما يجيش معانا حضرتك قلتها بعد المباراه مباشره، وفي اول تدريب انا كنت موجود في استاد مختار التتش وحضرتك قلتها للاعبين تاني، النهارده بقى حابب تقول للاعبين بعد المباراه؟ اقول لهم طبعا يعني انتوا عند الموعد على طول وعند في المكان على طول، وانا بقول والله لو في تحكيم فير مش هتفرق معاك قوي بره ارضك وجوه ارضك، لو في تحكيم فير النهارده يعني ما فيش حاجه بتتحسب لك اصلا، يعني ما فيش حاجه بتتحسب لك خالص مع اللمس، يا راجل ده ادى النهارده 6 دقائق ومباراه القاهره ادى 5 دقائق، يعني مباراه القاهره الناس كلها كانت بتقع ما فيش حد ما وقعش خالص يعني، بس الحمد لله رب العالمين كانت يعني زي ما بيقولوا يعني تبقى في بقك وتقسم لغيرك، هو الاهلي اللي عمل المثل ده، المثل ابن الذين ده الاهلي اللي عمل، كل واحد عنده لقمه في بقه هياخدها الاهلي.
رساله اخيره للجمهور يا كابتن سالم، يمكن النهارده كان في 50 45000 متفرج، بس كان في 100 مليون مفيش حد فيهم كان شاكك ولا 1% انكم مش هترجعوا. والله انا قلت لهم كده الكلام ده امبارح، يعني قلت لهم لو في 50 60000 هيبقى موجودين في استاد محمد الخامس النهارده، هيبقى في 100 مليون موجودين في مصر مستنيينكم، هيبقى في 100 مليون الساعه 12 للساعه 2 بتوقيت القاهره هيبقى مستنيينكم مع كل حركه وكل جاريه وكل لمسه، هتلاقي واحد بيأزرك وبيسندك. فانت لو في هنا بيشجع 45 او بيشجع الرجاء 45، في 100 مليون مستنيينك في مصر. الماتش ده باجواءه في رمضان والساعه 12 فكرك بايه؟ قصدك تراك يعني؟ اه شويه يعني، لكن الحمد لله طبعا، الحمد لله طبعا على كل شيء، خطوه وانتهت، هنبص للخطوات اللي جايه باذن الله. شكرا شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سعد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، فوز وتاهل مستحق، ودايما النادي الاهلي يا رب في انتصارات وبطولات. كلمه لحضرتك ومستمرين معاك في مزيد من اللقاءات. شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد توفيق، كابتن عادل، كابتن سيد الف، النهايه خطوه وانتهت، نبص للجاي ان شاء الله. اكيد يعني اللي فات انتهى خلاص، وبص لقدام، عندك لقاء صعب جدا مع الصيب، ده رقم واحد، عندك لقاءات في الدوري علشان تمشي بالتوازي. يمكن انا سمعت الكباتن اتكلموا ان احنا مش عايزين يروح مننا دوري سنتين، ان شاء الله مش هيروح، ولكن مش هيروح الا بالعمل الجيد والتنظيم الجيد. طيب لازم ننظم الوقت. طب التغيير الثاني بقى رايك فيه عبد القادر مكان طه؟ يعني انا 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 شايف ان هو اتاخر كتير يعني. كان نفسي يعني يبقى مش طاهر، كان يبقى بيرستاو، وطاهر ممكن كان يروح في حته الروس حربة عقبال لما محمد شريف ينزل. ايوه دي حقيقه يعني. طيب كابتن بلال، ناخد التغيير الثالث، شريف مكان محمد عبد المنعم. تغيير محرج الحقيقه. في الدقيقه 74. بص شوف يا كابتن، بص يعني الراجل زي ما الكباتن اتكلموا، هو عنده قناعات، يعني عنده قناعات باللي اللي ينذر يطرد، تمام؟ يبقى مش موجود في الملعب يعني، تمام؟ هتاخد انذار مش هتبقى موجود في الملعب. بص هو اللي بيدير، وهو المدير الفني، هو المسؤول طبعا يعني اولا واخيرا، وهو مش عايز يحط نفسه في حسابات، لكن يعني انا ممكن اختلف معاه في الراي ده يعني. ممكن اختلف معاه ان انت كل لعيبه ياخد انذار هتخرجه يعني وتحط خوفا، لا، في اوقات كتيره جدا. خد بالك انت في التوقيت ده محتاج عبد المنعم، ومحتاج ايمن اشرف، الاثنين على فكره يعني، مش بس محتاج، لا انت خلاص الفرقه بتلعب كرات طوليه، فانت محتاج عبد المنعم ومحتاج ايمن اشرف. يعني لو لا قدر الله، لو لا قدر كان الرجاء جاب جول في الحته دي، كان هيبقى من ضمن الحاجات اللي سهلت خروج عبد المنعم. الراجل سجل هدف بدماغه، تمام، وكان من اللعيبه الجيده جدا، وعنده ارتقاء جيد جدا جدا، وعنده رقابه عاليه جيده جدا. فالنهارده يعني التغيير، يعني انا مش راضي عنه. شريف ينزل، بس مش مكان محمد عبد المنعم، ده وجهه نظري. طيب نروح مره اخرى الملعب مباراه وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع علي معلول لاعب النادي الاهلي. من جيل كابتن ايمن بنضم ليك، تحياتي ليك والمضيوف الكرام وكل جمهور النادي الاهلي. واحد من الابطال مش بس علشان المباراه النهارده، ولكن علي معلول من ساعه ما اتصاب قبل المباراه الاولى في القاهره، انا معاكم في المعسكر وشايفك دقيقه بدقيقه بتحارب عشان تقدر تبقى موجود النهارده في بدايه اللقاء. الحمد لله الحمد لله، يعني نشكر الاطار الطبي على المجهودات الكبيره اللي عملناها على طول الفتره اللي اتصبت فيها، كانت فما مجهودات كبيره، كانت فما رغبه مني ومن الجهاز الطبي اني نكون موجود في المقابله. الحمد لله اليوم موجود ولعبت المقابله كامله وخرجنا لباس الحمد لله. اللاعب الكبير لازم يكون هو علي معلول، النهارده بتضيع ضربه جزاء في بدايه المباراه، ولكن مع ذلك مكمل بنفس مستواك ثابت، والنهارده من نجوم المباراه. الحمد لله، اولا نعتذر على ضربه الجزاء، لكن الحمد لله عوضناها وسجلنا هدف في التعادل في وقت ممتاز قبل نهايه الشوط الاول بدقائق، اللي خلانا نرجع اكثر للمقابله ونكونوا موجودين اليوم في الدور نصف النهائي. جمهور النادي الاهلي بقى، يعني انت واحد من معشوقين جماهير النادي الاهلي، تقول لهم النهارده بعد الفوز ده وفي الظروف الصعبه دي؟ الحمد لله الحمد لله، هذه وسام على صدري، نتشرف انه نكون من اللاعبين القراب للجماهير بتاع النادي الاهلي. ان شاء الله نقول لهم ان شاء الله الف الف مبروك التاهل، ولازم تعرف الجماهير انه اللاعبين بتاع النادي الاهلي لاعبين عندهم روح وعارفين قيمه النادي وقيمه الفانله اللي هم لابسينها، ولازم يكونوا عندهم ثقه كبيره في اللاعبين هذم ان شاء الله، اللي قادرين باللقب الثالث على التوالي ان شاء الله. انجاز تاريخي اعتقد كلكم حاطينه قدام
ثلاث بطولات على التوالي ما حدش عمله قبل كده، بس النادي الاهلي هو اقدر حد يعمل يعني الريكورد دوت ويحقق ثلاث بطولات على التوالي وكمان البطوله 11. ان شاء الله ان شاء الله ناخذ المقابلات مقابله بمقابله، وان شاء الله احنا اهدافنا ان نكون موجودين للمره الثالثه في النهائي وننتصر ان شاء الله، اللي خلينا ان شاء الله نزيد نلعبوا سوبر ونلعبوا كاس عالم للمره الثالثه على التوالي. هذا ما يتطلب كان مجهودات ويتطلب مسانده كبيره من الجماهير وتكون ديما سند كبير للاعبين، هذا اللي تعودنا منه من جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نكون عند حسن الظن وان شاء الله ديما مشرفين النادي الاهلي وان شاء الله ديما جماهير فرحانه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير باذن الله. شكرا يا علي ودايما بتمنالك التوفيق ودوام الصحه باذن الله. كابتن ايمن الفرحه حلوه طبعا، حضرتك شايف يمكن كمان صعوبه المباراه والاجواء اللي كانت فيها خلال الفرحه كبيره جدا، والنادي الاهلي يستحق وان شاء الله مكملين وان شاء الله ناخد البطوله الثالثه على التوالي وتبقى ال11 في تاريخ النادي الاهلي. كلمه لحضرتك يا كابتن ايمن. اجواء الفرحه اجواء حلوه فعلا، وكان معانا علي معلول نجم من نجوم مباراه اليوم بالرغم من اهدار ركله الجزاء، ولكن هو اعتذر عن اهدار الركله، ولكن هو فعلا كان نجم من نجوم مباراه اليوم، وكان تحمل هو وخط الدفاع بالكامل عبء الشوط الثاني مع محمد الشناوي. طيب نروح مره اخرى لزميلنا محمد توفيق ولقاء اخير مع حسين الشحات لاعب النادي الاهلي. من جديد بنضم ليك كابتن ايمن، تحياتي ليك وضيوفك ولكل جمهور النادي الاهلي. معايا واحد من نجوم المباراه النهارده، يمكن الفتره اللي لعبها كان مجهود غير عادي مباراه القاهره والنهارده استكمالا في مباراه كازابلانكا، اعتقد حسين الشحات واحد من نجوم المباراتين رايح جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا، يعني الاول تحياتي للاستوديو وكرام وكل سنه طيبين ورمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله. خلاص هو في اخره، بس يعني اللي عايز اقوله طبعا يعني الحمد لله اللعيبه كلها رجاله، مش انا بس، ما فيش حاجه حسين راجل او لا، احنا اللعيبه كلها رجاله، اللعيبه كلها كانت قد المسؤوليه، اللعيبه كلها جايه عارفه احنا بنعمل ايه، فالحمد لله قدرنا ان احنا نصعد. فالحمد لله مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم. مباراة في الملعب احنا متفوقين، يعني الماتش الذهاب لو في توفيق كنا كسبنا بسكور كبير، والنهارده كمان كنا كسبنا، لكن الاجواء المحيطة بالمباراة كنت شايفينها ازاي وانتوا لعيبة كبار وكلنا كنا ثقة فيكم؟ والله طبعا يعني انت بتلعب مع فريق كبير مع جمهور كبير، جمهور عظيم من يعني جاي من قبل المباراه بكتير عمال يشجعهم وكان معاهم حتى في لحد اخر دقيقه كان بيشجعهم حتى بعد المباراه، يعني حاجه كبيره جدا. جمهور الرجاء كان بيشجع الفريق بتاعهم ويشجع النادي الاهلي كمان، فدي حاجه كبيره ويعني نحترمهم جدا وبنقول لهم يعني هارد لك وربنا معاكم في اللي جاي. فالحمد لله يعني انت زي ما بتقول انت بتلعب مباراه يعني وسط جمهور كبير جدا، يعني لعيبه كبيره كمان، فالحمد لله اللعيبه كلها كان عندها شخصيه اللعيب الكبير واللي هو يقدر يلعب في تحت ضغط، فالحمد لله دي كانت اهم حاجه، فيعني ربنا كرمنا عشان كده. يعني لو هنا جمهور كبير 50 60 الف متفرج فيه 100 مليون في مصر، ما كانش فيهم حد بيشكك فيكم لو 1% انكم هتصعدوا وهترجعوا ببطاقة صامية؟ طبعا طبعا، يعني دي حاجه ما حدش يقدر يقول لا ولا اي حاجه، احنا جمهور حبيبي يا شنو حبيبي الجمهور طبعا، انت جمهور النادي الاهلي طبعا ما حدش يقدر يقول مثلا يقول حاجه في حقه، لا انت جمهور الاهلي دايما عنده مش عارف اقول لك، يعني دايما واثق في اللعيبه كلها اللي موجوده سواء اللي بيلعب او اللي قاعد احتياطي او اللي بره، واثق فيهم اللي هو هيعملوا احسن مباريات اليوم، فالحمد لله دي حاجه كبيره جدا، ودايما هم في ظهرنا ودايما هيفضلوا في ظهرنا جمهور النادي الاهلي العظيم، وبارك لهم وبقول لهم ان شاء الله البطوله لينا باذن الله، ودايما طول ما انتوا في ظهر اللعيبه كلها طول ما احنا نبقى احسن واحسن ان شاء الله. الف مبروك لرجاله النادي الاهلي كلهم وكابتن علاء. التغيير الاخير الكابتن بلال، صلاح محسن مكان بيرسي تاو. تغيير يعني معقول، يعني لعيب بلعيب مكان بمكان، خلاص عايز حد عنده سرعات في الوقت الاخير. صلاح محسن عنده سرعات. تغيير في محله في توقيته ولا متاخر؟ لا لا في توقيته. يعني برضه في توقيته، بس يعني بس انا اقول بس نقطه، يعني نقطه صغيره كده، ان ممكن الحاله البدنيه بتاعه صلاح محسن هو برضه مستر موسيماني هو اللي يعرفها كويس، يعني احنا ممكن نقول لا ده صلاح بعيد بقاله فتره ما بيلعبش، لكن هل بدنيا جاهز ولا مش جاهز؟ هو ممكن هو اللي يقول مستر موسيماني من خلال التدريبات وهو شافه بيأدي ازاي وبدنيا ماشي بشكل كويس ولا لا، لياقيا هيقدر يلعب الشويه الصغيرين دول ولا لا، ولكن يعني عايز اقول بس حاجه مهمه جدا يا كابتن، التغييرات بشكل عام تمام؟ احنا ممكن نكون مش راضيين عنها، يعني ممكن ما نكونش راضيين عنها ولكن بس هو كسب خلاص فابيت ام لم تابى يعني. انت خلاص هتقتنع بالتغييرات بتاعته، ولكن خلاص يعني بس في اوقات كتيره وانت قاعد بره انت مش في الملعب فانت مش شايف ومش حاسس باللعيبه بدنيا، يعني ممكن يبقى في تغييره، يعني انت هو بيخرج لعيب مكان لعيب ممكن يكون الناحيه البدنيه بتاعته مش افضل شيء مضطر تمام بالظبط كده، فاحنا ممكن
بنتكلم في الناحيه الفنيه اكتر من الناحيه البدنيه. صح. لكن هو فعلا يعني في بعض التغييرات كده ممكن يبقى انا التغيير بس اللي علقت عليه هو عبد المنعم مكان شريف. صحيح. تمام. صحيح. وان شريف يبتدي المفروض من الاول وعبد القادر ينزل برده زي ما قال كابتن اسامه تغييره كانت متاخره شويه، لكن المدير الفني اوقات بيبقى بيبص للجزء البدني شويه. صحيح. والجزء التكتيكي برده. صحيح. اكيد يعني. طيب خلينا ناخد لقطه مهمه جدا بعد المباراه بين نجم من نجوم المباراه ومستر بيسو موسيماني، يا ريت تعرضها لنا. كابتن علاء كابتن علاء احتفال وفرحه خاصه بين محمد الشناوي ومستر بيتس موسيماني. مش فرحه خاصه، احتفال بالشناوي. هو الشناوي هو البطل نجم عداك بالمباراه، لان اخر كوره دي انا حتى كنت بتكلم عليها. لا هو اللي عداك بالمباراه، فطبعا مش لازم يروح حضنه ده يعني يبوس الشناوي كتير جدا، لان هو ليه فضل كبير النهارده ان هو انت الحمد لله طلعت بواحد واحد في المباراه. طيب اخيرا نجم لقاء اليوم. ما فيش نجوم كتير، لكن انا رايي الشناوي. محمد الشناوي نفس الشيء. محمد الشناوي يعني في سردباكات بذلوا جهد كبير، بس الشناوي في توقيتات معينه لما ضغطنا الكرات العرضيه كان بيتعامل معاها كويس قوي. الكره الاخيره انقذها حلو جدا، عنده ثبات، فهو محمد الشناوي برضه. كابتن عاد انا دي محمد عبد المنعم كمان. تدي محمد عبد المنعم رغم انه ما كملش المباراه. لانه هدف وقت يعني صعب. الشناوي شالك في المباراه، ولكن محمد عبد المنعم رجعك للبطوله تاني. كابتن بلال اتفق مع الكباتن. يعني طبعا الشناوي النهارده مش بس كمان، خد بالك يا كابتن ايمن، عشان صد، لا النهارده يعني حسيت بتوجيهاته في للاثنين السنتر باكس والاثنين المدافعين اللي موجودين قدامه، وان امتى كان بيتقل على الكوره. تمام. وامتى بيحاول ياخد نفسه، وامتى يعني تحس النهارده فعلا قائد في الملعب يعني. تمام. بالاضافه طبعا ان هو يعني في واحده في الاخر يمكن في الدقيقه 90 او تقريبا 91 انقذ يعني كره، الحقيقه كانت هدف محقق يعني. صحيح. يبقى انا كمان معاكم بدي صوتي للكابتن محمد الشناوي، هو رجل مباراه اليوم. مباراه صعبه عدت على خير، القادم افضل ان شاء الله ولكنه اصعب، ولكن احنا واثقين في رجاله النادي الاهلي، وباذن الله رب العالمين نقدر نجيب البطوله الثالثه على التوالي وال11 في تاريخ النادي الاهلي. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. ارجوكم ابقوا معنا.